أكد متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي خلال الإجازة الصحفية الدورية المشترك حول مستجدات فيروس كورونا اليوم، أكد أننا نقترب من العودة إلى الحياة الطبيعية مع أهمية مواصلة الاحترازات. في المملكة العربية السعودية نعلم جميعا بأننا نتابع المنحنى بكثير من اليقظة، بكثير من المتابعة، بكثير من الحذر، الإجراءات الإضافية تقيدنا فيها دائما بإذن الله سيكون بالاتجاه الإيجابي كل ما استمرينا فيه. نلاحظ أن هنالك مناطق طبعا في المملكة لا تزال تسجل ارتفاع مقارنة أسبوع بأسبوع الذي يليه، أيضا هنالك مناطق سجلت شيء من التذبذب، بعضها لا يزال يميل باتجاه أن هذا التذبذب أيضا باتجاه حالات أكثر. المناطق التي نلاحظها باللون الأخضر وهي سجلت رصد لحالات أقل، هذه تدعونا لمزيد تمسك ومزيد بذل من الجهود، ونشير إلى أن بعض المحافظات قد تكون ضمن هذه المناطق شهدت ارتفاع مقارنة أسبوع بأسبوع.